واحنا بنحتفل بعيد المرأة المصرية كان لازم النهاردة نشاور لكم على قصة نجاح وقصة كفاح لواحدة من بنات مصر الشطار، الدكتورة رنا حامد من ذوي البصيرة اللي قدرت انها تحصل على شهادة الدكتوراه في الأدب الإنجليزي من كلية الآداب جامعة المنصورة. مشوار مهم جدا وقصة تحدي كبيرة للدكتورة رنا اللي اتكرمت قبل كده من قبل السيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهي الآن موجودة معنا عبر تطبيق زوم. صباح الخير يا دكتورة، وأهلا بيكي معنا في صباح الخير يا مصر. صباح الخير، أهلا بحضرتك أستاذ مصطفى، وأهلا أستاذة منى. مبروك عليكي. شكرا ليك، الله يبارك في حضرتك. شكرا. دكتورة احكي لنا بقى، يعني أنت كنتي من أوائل الثانوية العامة أو يمكن الأولى على الثانوية العامة يعني لذوي البصيرة، كان ممكن تدخلي أي كلية تعجبك، اخترتي كلية الآداب بقسم اللغة الإنجليزية بالذات ليه؟ أنا في الأصل كان شغفي كان هو دراسة الأدب الإنجليزي من الأول، من وأنا في المدرسة. فلما الحمد لله ربنا أكرمنا بالترتيب الأول على الجمهورية في ما الثانوية شاء العامة، الله. طبعا زي ما حضرتك قلتي كان بيبقى في منح كتيرة طبعا في جامعات كتير وكده للأوائل، وغير ان انا كان مجموعي كبير كان ممكن ادخل يعني الكليه اللي انا حباها. بس انا كان اي كليه هدخلها كان هو ده هيبقى مجال الدراسه اللي انا عايزه ادرسه، فقررت ان انا هدخل كليه اداب جامعه المنصوره عشان ما سافرش بقى، وما ما يعني يعني عائلتي كمان ما ت يعني يعني احوالهم ما تتغيرش بقى ونتنقل من مكان لمكان وكده يعني. ايوه فهو ده كان شغفي في الاصل، فعشان كده ايه دخلت هنا كليه الاداب جامعه المنصوره. اكيد. صحيح. مين اطلق عليكي لقب قاهرة الظلام؟ ايه حكاية هذا اللقب؟ انا مش عارف انا مش عارفه بصراحه مين اطلقه، بس هو يعني انا لقيته بيتردد في الصحف، مين اللي بدأه انا مش عارفه بصراحه. ف لا ده صحيح، يعني ما طلعش كده، يعني طلع بسبيل الصدفة، يعني طلع في منشط صحفي كده، ما طلعش من حد معين من قرايبك او من زويك او من اساتذتك او كده؟ لا هو احنا طبعا بعد فترة يعني بعد المناقشة وكده كان في طبعا لقاءات صحفية كتيرة، وكلهم يعني كانوا ناس على يعني على قدر كبير من المكانة الصحفية، وفي بعضهم ناس يعني ليا معرفة شخصية بيهم من زمان يعني. فأنا ما أعرفش بصراحة مين اللي بدأ اللقب يعني، أنا مش عارفة، بس هو يعني لقيت كل الصحف بتردده، فأكيد في حد بدأه في الأول، مين بقى أنا مش عارفة، هدور معاكم بقى. دكتورة رنا احكي لنا بقى عن دعم والدتك ليكي وقدرتها على إدارة الموقف كده وإدارة الأسرة، يعني انتوا كلكم عندكم شغف باللغة الإنجليزية، اخواتك بيعملوا بالتدريس في اللغة الإنجليزية، وانت كمان مدرسة للغة الإنجليزية في مدرسة النور للمكفوفين. هو بصي حضرتك يعني خلينا نعترف كده ان ايه، هو اي يعني اي ابن واي بنت دايما او غالبا يعني لما بيبقى في تحدي معين او يعني انجاز معين هو حابب ينجزه، غالبا يعني بيبقى اللي واقف في ظهره هي الام يعني. ف يعني دايما هي الام هي اللي بتدي بتدعم بالظبط، هي بتسعى وهي اللي بتدي تشجيع، وهي اللي بتدي هي اللي بت يعني هي اللي بتغرس روح الصمود والمثابرة والرغبة في تخطي الصعاب يعني. هي ده كل ده الأم هي اللي بتغرسه، ومش بتغرسه بالكلام يعني، هي مش بتقول احنا هنعدي الصعب ده، لا هو بيتغرس بالتصرف، بالإحساس، بالتشجيع، بأنه احنا ما بنقفش عند المشكلة وبندور على الحل يعني. ده الأم، ده كده بيبقى الأم يعني. ف يعني لا هي ماما طبعا هي يعني إذا كان في إيجابية ما في حياتي أو إن أنا عملت إنجاز في حياتي فلا هي ماما، طب ماما هي اللي وراه. طب أكيد. كلمينا عن شعور أساتذتك في الكلية لما عرفوا إنك قدمتي على الدكتوراه، كانت ردود أفعالهم عاملة إزاي؟ لا والله يعني الحمد لله كله كان مبسوط وكله كان فخور وكله يعني كله كان بيتواصل معايا وبيباركولي لما بيلاقوا حاجة، مثلا مقالة منشورة أو لقاء في قناة أو كده ألاقيهم بيبعتولي اللينك على طول، غير بقى التواصل الشخصي
من وقت للتاني. لا يعني كله كان مبسوط، يعني بتبقى حاجة جميلة طبعا لما بيبقى الأستاذ لما بيلاقي الطالب بتاعه عمل إنجاز، فدي فرحة كبيرة. يعني أنا كمان كمدرسة بحس الإحساس ده لما بلاقي مثلا حد من الطلبة بتوعي ناجح في حاجة أو عامل إنجاز في حاجة أو كده، دي بقى يعني بتنسيني التعب بقى والإرهاق اللي بنرهقه أثناء السنة. ف بحس ان انا دي انجاز كده ودي تاج كده، تتويج للتعب بقى ان انا لقيت الطالب بتاعي انجز حاجة، فده بيبقى احساس جميل جدا. يعني شعورك بالإنجاز ومكافأة ربنا ليكي ما بتتأخرش أبدا أعتقد يا دكتورة الحمد رنا، لله. حصولك على الدكتوراه بامتياز مع توصية بالطبع والتبادل بين الجامعات ده حاجة يعني الشهادة الأرفع للحصول الحمد على لله. شهادة الدكتوراه، بعدها كمان تكريم سيادة الرئيس، أعتقد إن يعني ربنا بيقولك بسرعة كده سريعا إن الحمد الله لا لله. يضيع أجر من أحسن عمل. الحمد لله. الحمد لله. هو طبعا تكريم سيادة الرئيس هو كان مفاجأة ليا أنا، هي طبعا شيء مش غريب على سيادة الرئيس، ولكن هي كانت مفاجأة ليا أنا عشان أنا ما كنتش متوقعة يعني إن أنا هكون موجودة في افتتاح المنصورة الجديدة، كان يا دوب بعد المناقشة بأسبوعين تقريبا. صحيح ف يعني طبعا شيء مش غريب على سيادة الرئيس، وهي حاجة فرحتني جدا وحاجة أسعدتني جدا، وكانت يعني تتويج بقى لكل التكريمات، كل صحيح، يعني كل التكريمات وكل الاحتفالات وكل حاجة، هو ده كان التتويج شعور بتاعها. ف جميل، شعور جميل طبعا. بنشكرك دكتورة رنا حامد الباحثة في شكرا كلية الآداب لحضرتك. جامعة المنصورة، شكرا جزيلا وألف ألف مبروك، أشكر وتظل حضرتك. دايما يعني القاهرة كده للظلام. شكرا لحضرتك. شكرا مرسي. جزيلا.